الرحمن الرحيم. عبد الله عطراوي فاعل جمعوي ديال مدينة مراكش. كما تتشوفوا الحمد لله هذا الخبر اللي جاء الحمد لله نهار 4 أكتوبر 2023، خبر زوين من بعد هذه الفاجعة اللي وقعت الإقليم الحاوز لمدينة مراكش ديال الزنزال. الحمد لله من بعد هذا الشيء كنا مدينها في الزنزال، تسمعنا هذا الخبر هذا ديال كأس العالم اللي تعطى للمغرب 2030. تنشكروا سيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول، واللي ناضل وكافح وحقق لنا الحلم ديالنا ديال شعبه العزيز الشعب المغربي ككل. والحمد لله هذا الشيء مفخرنا وفرحانين بزاف، وزعما راه منين سمعنا هذا الخبر هذا والله ما نعسنا يا اخي، لان تتشوف كاس العالم اول دوله، ثاني دوله عربيه اللي بتنظموا، اول دوله افريقيه المغرب الحمد لله. والله ينصر سيدنا وتنقولوا ان شاء الله الناس دابا ينوضوا يخدموا. دابا الحمد لله الشباب المغربي بيخدم، الاستثمار بيكثر في المغرب. شفتي مدينه مراكش الحمد لله انتم التظاهرات كاين بزاف، كاينه تظاهرات ديال المؤتمر اللي هو ديال البنك الدولي، كاين كاس افريقيا اللي بغيت تنظم 2025، كاين كاس العالم ديال 2030، وكاس العالم للانديه اللي بيكون قبل من كاس العالم 2029 و2030 بيكون كاس العالم. وتنشكروا جميع الرياضيين، وشكروا الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو الملك محمد السادس، الله ينصرو والله يحفظه.